الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مرحبا وأهلا بكم أحبة المشاهدين إخوة الأكارم في هذا اللقاء المبارك وفي هذه السلسلة بعنوان أحسن السير نتكلم فيها عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما فيها من أحداث وما فيها من شمائل للحبيب صلى الله عليه وسلم نأخذ منها الفوائد ونربطها بفقه الواقع حتى يستفيد الصغير والكبير نثني الترحيب بمن حضر في هذا المقام فمرحبا وأهلا بكم أحبتي في الله وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنا قد تكلمنا يا أحبة عن إذن عظيم جاء من الرب الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن هو إذن الهجرة وهذا الإذن يا أحبة يعد انطلاقة لبدء مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجل بناء دوله قويه لمنطلق هذه الدعوه وهذه الرساله التي هي نور لهذا الارض ولهذا بعثه الله عز وجل رحمه للعالمين. جاء الاذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك الهجره واخبر بذلك صاحبه ابو بكر الصديق ففرح بها قال الصحبه يا رسول الله قال الصحبه. عندما ضيق عليه اهل مكه تلك الديار فتح الله عز وجل له باب خير ولهذا يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهذا عام في المتقين كل من اتقى الله سبحانه وتعالى فاذا ضاق عليه الامر فان الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا في اي مكان كان فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عندما اشتد عليهم الاذى جعل الله عز وجل لهم بديل عن مكه وهي المدينه المنوره فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر الصديق مرورا بالغار وبقاؤهم فيه ثلاثه ليالي وبتلك القصه العظيمه عندما اقترب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا. تأمل إلى شدة اقتراب اولئك منهم ولكن الله عم الأبصار فقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهذه قاعدة لكل مؤمن ولكل مسلم فلا تخشى يا محب إلا الله عز وجل فما ظنك بك وأنت تسير في طاعة الله فإن الله معك بمعيته وبحفظه والله عز وجل لا يضيع أجر العاملين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرحله كما تعلمون واتجه جنوبا باتجاه اليمن من اجل ان يوري على القوم ثم سلك بعد ذلك طريق قريب البحر الاحمر ساحل البحر الاحمر ثم نزل الى خيمه امراه تسمى ام معبد. هذه المراه يا احبه تلك العجوز فيها من الفراسه والذكاء الشيء العظيم ولهذا لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كوصف هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفته في طوله وفي شعره وفي مبسمه وفي ابتسامته، وصفته في جماله وفي طوله لم تترك حتى في حدق العين. وفي وصف دقيق يرجع اليه اهل التفسير في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انهم عندما جاؤوا اليها كما يقول اهل السير فسالوها عن شيء ياكلانه. ويطعماني فقالت لم اجد شيئا يعني استحت منهم المراه فابصر النبي صلى الله عليه وسلم شاه كثيرا في زاويه الخيمه فقال علي بالشاه فقالت يا رسول الله ليس فيها شيء قليله اللحم قليله اللبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بها، فمسح بها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمه فدرت اللبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وشرب كذلك عبد الله بن اريقط وشربت المراه حتى عاد الرجل وشرب من لبنها فسال فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم وببركته. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى لقاء عظيم ينتظره اهل المدينه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون يا احبه عندما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في كل يوم يخرجون من الغداء والمقصود بصلاه الغداء اي من الفجر هذا هو المقصود ولا يرجعوا الا عند حر الظهيره اذا اشتدت الشمس فانهم يرجعون الى اماكنهم فكانوا يغدون كل غداه الى ظاهر المدينه ينتظرونه حتى اذا اشتدت الشمس عادوا الى بيوتهم حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى ظل وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فابصره احد اليهود وكان على اطم بمعنى على حصن من حصونهم ينظر فراى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر معشر المسلمين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليه الصحابه وهم الانصار يحملون اسلحتهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عوف وبنى ذلك المسجد الذي هو اول مسجد اسس على التقوى وهو مسجد قباء وهو مسجد قباء وهذا المسجد كما قيل هو اول مسجد اسس على التقوى، ولهذا فيه رساله واضحه يا احبه الى اهميه بناء المساجد وانها منطلق الدعوه، وليست كما يظن البعض من الناس انها فقط للصلاه والاعتكاف والركوع والسجود، فهذا فهم قاصر، بل كان المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الحركات. يعني الحركات الاسلاميه والدعوه الى الله وكان فيه القضاء والمشوره وتعقد فيه الالويه والرايات ولهذا قيل مجامع الائمه في هذا المقام وجوامع الامه في المسجد فالمسجد له دور عظيم اضف الى ذلك الدروس العلميه وحفظ القران وكان فيه من الحركه العلميه الشيء العظيم والكثير ولهذا كما ذكرنا ان المساجد لا بد ان تفعل ان يفعل دور المسجد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مكث النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عوف قرابة الأسبوعين أربعة عشر ليلة ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى بيت أبو أيوب الأنصاري وكان راكب تلك الناقة فكان الصحابة يتبادرون إلى خطام الناقة كلهم يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوها فإنها مأمورة أي أمرها الله عز وجل وكأنها رسالة إلى مبرك تلك الناقه الى مكان المسجد فسارت الناقه حتى بركت عند مقام ليتيمين وهما سهل وسهيل وكانوا في حجر اسعد بن ابي زراره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبني المسجد النبوي الذي هو موجود الان. فثامنهم الأرض فقالوا هي هبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل ثامنوني واشتراها منهم صلى الله عليه وسلم ومن تلك الحين بدأ بناء ذلك المسجد العظيم وتعاون فيه الصحابة رضي الله عنهم منهم من يحمل اللبن ومنهم من يحمل اللبنين وكانوا يتبادرون ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم فاغفر للأنصار والمهاجرة كانوا يرددون هذه الأبيات أبيات الشعر وهم يبنون ذلك البناء العظيم الذي هو المسجد النبوي أقام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في بيت أبو أيوب الأنصاري وكان يستقبل الناس في ذلك المقام وهنا يا أحبة مشهد جميل جدا لعبد الله بن سلام وتضبط عبد الله بن سلام هذا الرجل كان من أحبار اليهود كان من يعني علمائهم الكبار عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان ممن استقبله عبد الله بن سلام، وكان يعلم ان في تلك المرحله او في تلك الفتره هي فتره نبي. فكان عبد الله ممن استقبله، يقول فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال: وكان اول ما سمعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فكانت هذه من الرسائل المقدمة لإيمان ذلك الرجل يقول عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اخبرني بها جبريل آنفا فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود جبريل عليه السلام ما يحبونه اليهود يبغضونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول اشراط الساعه نار تخرج من المشرق تحشر الناس الى المغرب واول طعام لاهل الجنه هي زياده كبد الحوت يعني ما زاد على الكبد فانه اول طعام لاهل الجنه وأما الولد فإنه ينزع لأبيه أو لأمه وهذا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فإنه ينزع لأبيه وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل فإن الولد يكون شبهه لأمه أو لأخواله وهذا مما أثبته الطب الحديث وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة عظيمة وكانت أول أركان بناء الدولة في المدينة الإسلامية وهي مسألة مؤاخاة المهاجرين مع الأنصار فآخى النبي صلى الله عليه وسلم تسعين من المهاجرين والأنصار خمس وأربعون من المهاجرين وخمس وأربعون من الأنصار والصحابة يا أحبة عندما قدموا إلى المدينة تغير عليهم أجواء المدينة فالمدينة يا أحبة ناشفة وجوها رطب بخلاف ما كان عليه اهل مكه فمرض منهم اناس منهم ابو بكر الصديق ومنهم بلال رضي الله عنهم وارضاهم فاخبرت عائشه ام المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم وسال الله ان يخرج وباء وداء المدينه الى الجحفه فاستجاب الله سبحانه وتعالى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذه المؤاخاة ذكر الله عز وجل منزلة الأنصار في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا وصف للأنصار رضي الله عنهم. قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بمعنى يؤثرون على انفسهم ويقدمون المهاجرين حتى ولو كانوا في انفسهم يحتاجون وكانوا في فاقه ولكنهم قدموا اخوانهم عليهم، وهذا مما يدلك على فضلهم وعلى ايمانهم وعلى صبرهم رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا اثنى الله عز وجل على الانصار، وقال لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، انظر الى مكانه الانصار رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار، هذا دليل على ثنائه لهم صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ببناء هذا المسجد العظيم وبدات الدعوه ثم بعد ذلك وضعت تلك البنود وتلك الصحيفه العظيمه بين قبائل العرب ومن معهم من اليهود والنصارى في المدينه بصحيفه وبنود تسمى صحيفه المدينه الى ذلك الحين والى لقاء جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته